بعد ما خلصنا دوري مرحلة الأشبال هنبدأ الحين دوري مرحلة المتوسط. المباراة الأولى اليوم هتجمع ما بين مجموعة مدريد ومجموعة سيتي. طبعا أنا عمال بصور، أقسم بالله من أفضل اللاعبين المتواجدين بحال عندي الشهر دوت في الأكاديمية، وإن شاء الله يكملون معنا ويكون بطولة مميزة. هنلعب جولتين، جولة اليوم يوم الاثنين وجولة الأربع، وهنوقف في بعض الاختبارات ونكمل باقي الجولات بتاعتنا إن شاء الله. يلا إبراهيم، صف واحد ورا بعض يا أولاد. طبعا الحكم اليوم الكابتن إبراهيم العريفي، أنا هكون متفرج فقط اليوم. سلطان، مش عايزين اصابات تاني بقى؟ والله ما ندري يا ابو مطر. قلت لك اذبح كده خروف ولا حاجه. لا يا ابو مطر، ما عليك، وهاتوا اللي عارف الاكاديميه ياكلوه. لا انت شوف يا ابو مطر. طبعا انتهى الشوط الاولاني ما بين مجموعة مدريد ومجموعة السيتي، 1-0 لمجموعة السيتي. يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة يا ابن اللعيبة، عالمي عالمي. مدريد، عبد العزيز الشنوف. اوه يا نهار ابيض. صح فيصل. مع ابراهيم مش معايا والله.